السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، صبحكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور، ويومكم جميل وسعيد. ونرحب فيكم هنا من ظفار الخير، من صلالة، من هذا المكان الجميل والرائع. ما شاء الله الأجواء يا إخواني جميلة، وما شاء الله تبارك الرحمن بحط لكم الحين درجة الحرارة بإذن الله تعالى اللي عطلنا إياها السناب. وطول الليل ما شاء الله كانت أمطار، الحين توقفت الأمطار والجو جميل، شوية رطوبة فيه بس، لكن كشكل عام أو بشكل عام الأجواء جدا جميلة. بنتحرك بإذن الله تعالى إلى إيتين. اليوم عندنا كشتة بنطلع فيها بإذن الله تعالى برفقة أبو شاكر. صباح الخير أبو شاكر الحبيب، يعطيك الصحة والعافية. سعيد وأنا أسعد. اسمع انت، اي نعم، عبد جديده مره. اي والله جوك سعيد وانا اسعد. اوه اي والله، يعني انت اسعد من الجو. من الجو. اي والله حلو، الله يعطيك الصحه. حلو، مستمتع؟ مستمتع الحمد لله. الاجواء كيف؟ اجواء غير. الى سهل ايتين الرب حافظ، بناخذ من هناك حلوه من الشهره، الحلوه العمانيه، ومن بعدها باذن الله تعالى بنتواصل مع الاخ راشد البلوشي، وهنشوف اليوم وين بتكون كشتتنا بإذن الله. خليكم متابعين، إن شاء الله تستانسوا بإذن الله بهذه الرحلة اللي راح نكون فيها. والأجارات الحين يا جماعة زينة ممتازة، يعني شيء 15 ب 20 25، الشقة شيء عاد اللي هي غرفتين تلقاها ب 30، فالأسعار حلوة. من بعد 27 راح تكون فيه ارتفاع لأسعار العقار والشقق والإيجارات. الأجواء مرذاذ ما شاء الله. طبعا على هالأجواء الحلوة الجميلة راح يكون فطورنا من كشك العائلة، أشياء جميلة عندهم. شوفوا المأكولات العمانية اللي جتنا من عندهم، وهذا خليفة طلب له قرص بيض مع بلاليط سويوية. كرامة. أه؟ كرامة. هنا خليفة، كرامة يا كشك العائلة. وهذا أيضا عندهم خبز الرقاق ما شاء الله تبارك الرحمن باللي تطلبوا فيه، وعندهم الهاريس وعندهم الدنجو وعندهم ما شاء الله تبارك الرحمن وقت الغداء المكابيس والأشياء الحلوة. وشباب عمانيين حقيقة يستاهلوا الدعم. كشك العائلة يعزك. بدون فلتر، بدون فلتر جماعة، بدون فلتر. في جبل أتين الأجواء الحين ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا الخضار 80% نقول في كل مكان، يعني عاد خلاص الحمد لله رب العالمين. والضباب كثيف والرذاذ كثيف كثيف يا جماعة الخير. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن عاد ما نحيد، هذا كان من قبل ولا يرجلنا احنا خضرة على ظفار، والأمور طيبة. رز حلوة تو، فنجان قهوة، وكشتة حلوة خلا. وأنا أشتري حلوة من الشهرة الحلوة العمانية عشان الكشتة. شوفوا من لقيت، شوفوا شوفوا بالله عليكم، شوفوا تو يتبادل السنابات عشان يسوي عمارهم مشاهير. هذا خليفة إنزين، ويحيى الهاشمي. ما تكلم خميس، ما تكلم. لا هي لخ نيمو عمان، لا ترى بأذكر اللقب مال حسابك. إيه حبيب الله يسعدك يا رب، بارك الله فيك. خميس يعطيكم الصحة والعافية، سعيدين بشوفتكم وإن شاء الله مستمتعين. صلالة منورة بمن فيها، الله يطول عمرك يا رب. أنت شوف الخدمة هنا، هذا غاثنا وتوها يغثنا الثاني، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. أهين نوك هين بارجع يحيى أعزك، لكن يجي لك مرات ذهو تغرد اعتراف بالذنب فضيلة. طمنا عليك أول شيء. أول بداية أنا جدا سعيد أنك جيت اليوم، هذه نقطة. هنا يا جماعة هنا خلوها النقطة. النقطة الثانية أيوة. أنا من بدأ خريف صلالة وأنا موجود أول ما بدأ ما استوى الجو كذا
مثل ما اليوم وانت بحضورك ورجلك خضراء. الحمد لله نعمة. نقطة ثانية نعمة. كي احنا ترى جايين ورجلك خضراء. والحمد لله رب نذكر الله ونسبح ونهلل ونكبر ونستغفر. هذا نعمة من الله. نعمة من الله. لو ثلاثة مثلك انت في عمان. هيه. عمان كلها خريف. بدينا لا ما كفوا صبر عمان فيها واجدين ابو فيهم الخير كما انا ضرابه والله قلت لكم خبوليه حاشرتنا وزايده عليه عموما يحيى حياكم الله ويسعد لاوقاتكم خضينا ها الحلوه والاشياء الحلوه كذا على الكشته لكن الكشته كيماك ذاك اللي تعال واطلع والله ما حد حلو خلقا واخلاقا غيرك جزاك الله خير ومن ذوقك وشهاده اعتز بها وان شاء الله نكون عند حسن الظن ضباب ورذاذ اليوم اول يوم ما نقدر نطلع فيه الجبل استحاله لانه ممكن دشداشة ترجع لان هنا انت بنيه ما شاء الله نروح السهل بنكتب حلو والسهل جميل بالضبط هنضبط كشتنا ان شاء الله في السهل بتطبخ لنا زين تم علي الطبخ وعلى ابو شاكر الشاي وعلى ابو شاكر يوكل بالضبط معي والله نرجع عموما لازم ناخذ لنا لوازم هذه الطلعه والكشته محل كشته خميس عندنا احنا حاليا 6 فروع حلو عندنا 3 في صلاله فرعين في مسقط وفرع في سوهاج جميل اللي في صلاله عندك فرعين في اتين وفرع في السعاده جميل اللي في السعاده في شارع تيمور مقابل سعاده ستيمور يا سلام وفي اتين على طول كانك طب الجبل بيك القيم المؤقته هناك بعد شيش نفط عمان على طول هذا فرعنا الجديد طبعا هذا رايح اتين انت وهذا الدائم لكشتة خميس حتى السعادة دائم حلو ممتاز عندنا فرعين دائمين في صلالة كل شيء موجود بإذن الله الجديدة بعد بتوصل حلو يلا تعال 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 خليفة عاد متقدم رابهين متفرشخه يقرب الكرسي يقرب الكرسي تعرف ميزانيات بعد ايه صح عاد ما شاء الله صدقت يبغاله مو خليفة مو شفته الكرسي مستانسة؟ إيه والله. مستانس. يعني كل شيء أباها حصله. حلو. ضعف حلو. ضعف 4 كيلو. هتردهم خلال 4 أيام. عموما جماعة الخير ما تشوف عينكم. مو باين من خيام من جد.